الرحمن الرحيم. ما شاء الله عمان كنز من الحياة الزراعية، أرض منبسطة، هذا فيه صحار ما شاء الله. هذه إيش هذا اللي زارعينه هنا الأخ خميس؟ هذه بامية. إيه بامية ما شاء الله. أيوة. جميل. هذا عاد عودة هذا كبيرة. إيه نعم سرقت. أما قبل عندما كانت يعني صغيرة كانت يعني غير نوعها. نعم. شكلها كانت عاد أنا عاد آخرها يعني. إيه كيف. آخر موسمها هذا. نعم. أيوة. وعجبني انه ما شاء الله ايضا كل مجموعه بسواقيها فيها بعدها ثمرها. الحمد لله. جميل، جزاك الله خير، بارك الله فيك. اها نعم. وهذا فلفل ما شاء الله. وهذا فلفل عماني. نعم جميل. وعاد نوبه كانه اخر ولا كيف؟ اي بعد عاد يعني كاطن الحراره كاطن. لكن بعدين تقددوا هذه الشجره ولا تخليوها الموسم القادم؟ هذا نقلعها. ايه تقلعوها ما شاء الله. نقلعها. جميل. ونجدد عاد دخول بالسلامه في الشتاء، دخول الشتاء نزرع مره ثانيه. متى في الغالب زرعت هذا الفلفل يطيب؟ هذا زرعت يعني من شهر 9 وفوق. ايه 9 وفوق ما شاء أيوة. الله جميل. والشيفاي ما شاء الله عندكم مزرعه طويله. الحمد لله. طيب. الحمد لله رب العالمين. وهذا المزرعه كلها بنزرعه بعد كم تبدي تثمر؟ والله حوالي انا مع هناك على حسب سنه سنتين ولا كيف؟ يعني شهرين. ايه شهرين ما شاء الله. شهرين تثمر. هي بدي تثمر. ايه الحمد لله. انا ظليت اللي هذا تثمر. تثمر الحمد لله. وهذه ثمرتها مستمره يعني طول السنه؟ يعني. طول السنه مستمره. هيوة الحمد لله رب. هذا هي ها صار فيها ثمرها. ايه شوف كيف الحمد لله يعني بعدين صغار وما شاء الله تثمر. وشيء هنا كبار تعال بتشوفه. اها نعم ما شاء الله. منظر جميل حقيقه بالزراعه بالاهتمام بها. وعندكم نظام تقطير عجبني هذا الاهتمام. ايوه تقطير وحده هذا يوفر ماي. هذا ها شوف كيف الحمد لله رب العالمين. شوف ما شاء الله يعني ما من كبرهن وثمرن. ثمر عسى الله يبارك. وهذا ايضا ما شاء الله. أيوة. منظر جميل ورائع حقيقه. هذه الخضره هذا الاهتمام بالزراعه. وهذا ما شاء الله ثمرتهن ليهن اسم معين. هل الفيفاي اسم معين تسميوهن ولا شيء؟ لا بتثبت محلي بس يعني ويعقل يعقول شيء يعني مركب. اها نعم هاي. ما شاء الله. لا انا قصدي شيء انواع من الفيفاي. لا معنى انه شيء نوعين، هو شيء طويل وشيء قصير وكل شيء. نعم جميل بارك الله فيك. ايوه جميل جزاك الله خير. الله الارض حقيقه دائما معطاء لمن يهتم بها اكثر. الأرض رب العالمين خلقها إلى الإنسان مشان تقيم الإنسان هذا. نعم مشان تكونه. نعم صدقت. عرفتي خلقها الأرض مشان بن آدم. نعم ويبغى ونتمنى من المواطنين ومن الأخوة المزارعين. نعم أما قدروا يهتموا بالزراعة يهتموا بالزراعة. صدقت ان الزراعه هي الاساس. نعم فيها رزق عظيم. فيها رزق عظيم. نعم ما شاء الله. لا نحتاج يعني نستورد من الخارج. اي فعلا صدقت. عرفتي؟ ادمان كون نزرع مزارعنا. نعم. ونقيم من وحدنا. عرفتي؟ صدقت. يعني مثل الطماط، مثل الفلفل، مثل البيديان، مثل يعني الاشياء هذه كلها يعني عرفتي؟ الهمبه، الموز. هل شيء صعوبة في تسويقه مثل هذه الأشياء؟ والله هو يعني ولا الشراء موجودين وكل حاجة؟ الشراية ما موجودين لكن الحمد. السوق شوية ضعيف. إيه نعم سبحان الله. أيوة الله خير. السوق ضعيف لكن الحمد لله يعني يمشي. إيه الحمد لله. ماشي يعني. الحمد لله. المزارع يعني مو تقول يعني اللي كان المشكلة معانا نحن جزاهم الله خير يعني بعض من الدوائر الحكومية يعني ما مهتمة بالمزارع. إيه نعم سبحان الله عسى يهتموا إن شاء الله. دائرة الزراعة يعني نكون ما مهتمة بالمزارعين. المزارعين يبوا شوية اهتمام ويبوا معانا ويبوا شوية نظرة حسنة. نعم صرخت. مشان البذر. مشان السماد. نعم. مشان يعني الهياسة. أو الدواسة هذه. يبوا مساعدة شوي. هيك هيك صرخت. ولكن ما يحصل منها. إي نعم. يعني هذه الأمولة طريقة إن يحصلها من هالناس يعني المعروف في المنطقة. إي نعم صرخت. عرفتي؟ هالإنسان المعروف في المنطقة يحصل عليها هذا. إيه كيف فعلا. أما الفقير كما يا أنا ودولتي يعني. ها حسن الحمد لله. عرفتي؟ ما نحصل عليها هذا. يسر لكن نحن رزقنا على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الله يفتح ونسأل الله سبحانه وتعالى
ان يمن علينا بالصحه امين، ومن علينا بهذه الارض اي نعم له فضل عظيم داخل الارض هذه ارض حلوه الحمد لله منبسطه وكذا وخضره هذا حلو تسر الخاطر يعني نعم. وما نشأت الا من جهود واهتمام يعني لازم الله. جهود نهتم يعني بهذا ايه. اهم شيء الاهتمام اي الحمد لله عرفتي بارك الله يعني اذا يعني لا تهاون نفسك النفس ايه نعم. يعني كما يقول يعني الشاعر يوم ركبوا على البوش يقول والنفس لي من هويتها فضاحة ترميك بدروب الشطة أكبر راحة ما شاء الله عرفتي ايه نعم. يعني النفس لا تهواها يعني بالتراخي هيك صراحة. خلي نفسك أنا يعني عالية دايم اي نعم فعلا عرفتي خلي نفسك أنا يعني مهتمة بمالك وحلالك اي نعم صدقت لا تراخى تراخاها النفس جزاك الله خير بارك هذا هو الله يحفظك